وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تعزيز جهود انشاء مراكز تجميع الالبان المتطوره وذلك على مستوى الجمهوريه مع تدعيمها بوسائل الاختبارات المعمليه والتخزين والخدمات البيطريه اللازمه وذلك بهدف تقليل الاعتماد على استيراد الالبان وتحقيق قيمه مضافه لصغار المربين جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء اركان حرب وليد ابو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه بالقوات المسلحه وعدد من المسؤولين حيث تناول الاجتماع متابعه عدد من مشروعات جهاز الخدمه الوطنيه على مستوى الجمهوريه اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء اركان حرب وليد ابو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه بالقوات المسلحه، واللواء محمد صلاح رئيس مجلس اداره الشركه الوطنيه للانتاج الحيواني، والسيد بشير فريد رئيس مجلس اداره شركه الدلتا الاردنيه لانتاج اللحوم، ورجل الاعمال محمد حلاوه المتخصص في الصناعات الغذائيه ومنتجات الالبان، المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه. صرح بأن الاجتماع تناول متابعة عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية، وقد تم في هذا الإطار استعراض المستجدات الإنشائية لمصنع منتجات الألبان ببرج العرب، خاصة ما يتعلق بالمعدات وخطوط الإنتاج والتي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرة الأجنبية العريقة في هذا المجال، حيث سيقام المصنع على مسطح 40 ألف متر مربع، وست. بلو طاقته الانتاجية اثنى الف طن من الأجبان سنويا وقد وجه السيد الرئيس بالتدقيق في توفير كافة مكونات المصنع من العمالة الفنية المتخصصة والخامات ومستلزمات الانتاج ومواد التعبئة والتغليف لضمان أعلى مستوى من جودة الانتاج للأجبان خاصة تلك التي يتم استيرادها حاليا من الخارج لتوفيرها بالسوق المحلية وذلك بهدف سد الفجوة الاستيرادية كذلك فتح آفاق لفرص تصديرية مستقبلية، كما وجه السيد الرئيس بالاستمرار في تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية، مع تدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين والخدمات البيطرية اللازمة، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على استيراد الألبان، وتحقيق قيمة مضافة لصغار المربين، وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً عرض الموقف التنفيذي للشراكة بين مصر والأردن لتنمية الثروة الحيوانية وإنتاج الأعلاف، وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بترسيخ الشراكة مع الجانب الأردني في هذا القطاع، بهدف توفير سلالات ذات إنتاجية عالية من اللحوم للسوق المصرية، والحفاظ على مخزون استراتيجي من الرؤوس الحية داخل مصر، إلى جانب تخفيض الاعتماد على الاستيراد.